حضراتكم عارفين وكلنا شاهدنا من اسبوع بالظبط كان في حجم كبير جدا من مياه الامطار اللي اغرقت شوارع اسكندريه ونزلت بشكل بكميات كبيره وفي مدى زمني قصير وتسببت في غرق شوارع كثيره من شوارع اسكندريه. فانا وده طبعا عمل مشاكل كبيره جدا في الحركة وفي خسائر في الأرواح وهي أهم حاجة وخسائر في الممتلكات. طبعا احنا بنعتذر عن أي عن كل ما تسببت في يعني انسداد البلاعات المشاكل لأهل اسكندرية، ولكن أنا عاوز أقول لحضراتكم ما تم وبرنامج زيارتي النهاردة وأنا جاية. احنا تواجدنا في يوم هطول الأمطار وكان في مجموعة حضراتكم شفتوها، السيد مهندس رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وزرنا الاماكن، وكان اهم حاجه انه في خلال ساعات تتعاون كل اجهزه الدوله وكان على راسها طبعا اجهزه قوات مسلحه في شصب المياه وتجفيفها، والحمد لله نجحنا في كده. مديريه التضامن شكلت 8 فرق عمل بالاضافه للفرقه المركزيه، ونزلت احياء الاسكندريه المختلفه بقياده الاستاذ نبيل مدير المديريه والزملاء في مديريه التضامن، ونزلوا المناطق المختلفه بالتعاون مع الاحياء عشان يروحوا الاماكن اللي الشوارع فيها غرقت ميه ويطمئنوا على الاسر اللي موجوده علشان نحصر الخسائر في الممتلكات.